تعرضت للإهانة لأنها ابنة بالتبني، لكن بعد وصية والديها عجز الجميع عن الكلام. ألقت أليكسا طبق الطعام على الأرض، فجعلت هي وشقيقها ماريا لويزا تأكل منه كما لو كانت حيوانا. قالت أليكسا للفتاة الباكية وهي تلتقط الطعام من الأرض: إن الرعاة أمثالك لا يجب أن يكونوا في غرفة طعام رؤسائهم. تعرضت ماريا لويزا للإذلال من قبل الأبناء الشرعيين للزوجين المليونيرات والذين تبناها في وقت تركت فيه وحيدة في هذا العالم، ولم تتوقع أن هذان الزوجان سيقودوها إلى حياة الاستشهاد. وبالرغم من ذلك لم تفقد الإيمان بأن الحياة ستبتسم لها يوما ما. أصبحت الفتاة يتيمة في عمر 11، وقد قرر الزوجان رويز أن يتبنياها بعد أن ارتادوا الكنيسة التي كانت تعيش بها. كان الزوجان أشخاص رائعين وأرواحا نبيلة جدا، لكن أطفالهما هم تجسيد للخطايا السبع المميتة، وهما أليكسا ورومانا التوأمان، واللذان لا يمكن تحديد أيهما أسوأ. وبعد وصول ماريا لويزا إلى المنزل مع الوالدين، عاملها الطفلان معاملة حسنة للغاية، ولكن عندما تكون بمفردها لم يسمحوا لها باللعب معهم، ويضربونها ويصفونها دائما باللقيطة. أجبرها أليكسا ورومان على تلميع الأحذية والقيام بواجباتهم المدرسية، ولا يتركها تأكل بحرية، ودائما ما يخبرونها أن مكانها الحقيقي هو الشارع. قرر السيدان أن تدرس ماريا لويزا في نفس المدرسة مع طفليهما، واتخذوا الإجراءات اللازمة، وبالفعل تم قبولها. كانت الفتاة في نفس عمر التوأم تقريبا، لذا كانت معهم في نفس الصف. قالت أليكسا لزميلاتها في الصف: صديقاتي، ستأتي لويزا إلى الصف غدا، لذا قررنا منحها مفاجأة، فليس من العدل أن تدرس معنا، نحن نملك المال والمكانة المرموقة، أما هي فتعتبر فقيرة. وضعت أليكسا وزميلاتها خطة مروعة ضد لويزا، ولتنفيذها اتفقوا على أن تكون عند وصولها في الصباح الباكر. في اليوم التالي اتجه الأبناء إلى المدرسة، وكانوا في السيارة عندما سكب رومان عصير البرتقال على قميص ماريا الأبيض. خفضت ماريا رأسها حزنا ولم ترغب في الذهاب إلى الصف بهذا الشكل، لكن أليكسا أخبرتها أن الوقت قد فات بالرغم من أنه لم يكن كذلك. حاولت ماريا تغطية بقعة العصير بدفتر ملاحظاتها، لكنها كانت ظاهرة أكثر من اللازم، لذا لم ترغب في الدخول إلى المدرسة. تقدم التوأمان وقررت ماريا الذهاب إلى غرفتها بالمدرسة، ولم تكن تعلم ما الذي ينتظرها بالداخل. وضعت أليكسا وصديقاتها ملصقات على الحائط تقول: تضوري جوعا حتى الموت، فإنك لست مثلنا، مكانك في الشارع. وكأن ذلك لم يكن كافيا، فألقوا عليها بودرة التالك والبيض والماء. ركضت ماريا فتعثرت لأن عينيها كانت مغطاة بالبودرة وبما ألقي عليها. وبعد سقوطها أرضا سمعت أصوات الضحك في كل مكان بالمدرسة، مما دفع المديرة للذهاب إلى الفصل. وعندما رأت ماريا لويزا وهي مغطاة بهذه الأشياء، أخذت يدها وساعدتها على النهوض. دخلت المديرة الغرفة، وعندما رأت تلك الملصقات شعرت بسوء شديد فكادت تبكي، وسألت على الفور من المسؤول عن هذا السلوك البغيض. لكن أصدقاء أليكسا المخلصين ظلوا صامتين، فقررت المديرة معاقبتهم جميعا على قدم المساواة، مما زاد من الكراهية تجاه الوافدة الجديدة، خاصة وأن العقوبة تشمل وقف العطلة لجميع المتورطين. وعندما كانت ماريا متجهة في طريقها إلى المنزل، طلبت من السائق الخاص عدم قول أي شيء. وبعد عودة التوأم من المدرسة بحثوا عن ماريا وهددوا بضربها إذا أخبرت والديهم، ولم يكتفوا بما فعلوه بها، بل وضعوا طعامهم في سلة مهملات الكلب وأجبروها على أكله. بعد ذلك أخذوها لتنظيف الغرفة وأجبروها على غسل المرحاض بيديها دون ارتداء قفازات أو معجون أو أي معدات تنظيف أو حماية، ونتيجة لذلك تسبب سائل التنظيف في إيذاء يدها، ومن شدة الألم لم تكن قادرة على تناول الطعام. وفي اليوم الدراسي التالي لاحظت المعلمة أنها لا تستطيع الكتابة، فنظرت ليديها وسألتها عما حدث، لكنها قررت أن تظل صامتة. شعرت المعلمة بالقلق عليها، لكنها لم تستطع مساعدتها، فهي لم تخبرها بما كانت تمر به. بقي الزوجان رويز في الخارج لأسباب تجارية، وتركوا رعاية الأطفال لمربيتهم التي اتصفت باللطف والصبر. وقد خدعها التوأم أيضا وتظاهرا بأنهم لطفاء مع الفتاة التي تم تبنيها. مر الوقت ولم تستطع ماريا لويز الفوز بحب التوأم اللذين كانا يضايقانها دائما،
لكن عزيمتها لم تثبط أبدا، معتقدة أن ذلك سيكون مؤقتا وفي يوم من الأيام يمكن للتوأم أن يراها كأخت حقيقية. كانت ماريا مخلصة جدا في دراستها ودائما ما تنهي واجباتها المدرسية وواجبات التوأم، فبخلاف ذلك لم يتمكنوا من التآمر على شيء ما ضدها. بدأ التوأم في حضور الحفلات وعاشوا حياة فوضوية للغاية، مما أضاف عملا إضافيا للفتاة، فقد طلبوا منها القيام بمزيد من العمل ليتمكنا من تقديمه في المدرسة. عندما كانت ماريا لويزا تعمل بجد، قضى التوأم وقتا رائعا، وبالطبع لم يدرسوا أو يتعلموا أي شيء على الإطلاق، وفي كل مرة جعلوا فيها ماريا لويزا تشعر بالوقاحة، تثق بأنها ستتمكن يوما ما من الطيران بجناحيها، كما كانت تهتم بدراسة الطب أيضا لمساعدة الفقراء الذين يموتون بسبب نقص المال وصعوبة دفع تكاليف الطبيب. وهذا ما حدث لوالدتها التي فضلت إنفاق المال على الطعام بدلا من الذهاب إلى الطبيب. يعتبر أنسيلمو الأكثر وسامة في المدرسة، وقد وقعت أليكسا في حبه، لكن الشاب اختار ماريا لويزا لجمالها وذكائها، الأمر الذي جعل التوأم أكثر انزعاجا، واتهموا الفتاة بسرقة صديقها. علم الزوجان رويز بهذه الأخبار فعادوا إلى البلاد، وعندما رأوا أن أنسيلمو لم يكن أبدا مهتما بأليكسا طلبوا من أبنائهم عدم اختراع الأقاويل. أنهل أبناء المدرسة، ولكن عند أداء اختبار القبول في الجامعة اجتازت الاختبار ماريا لويزا فقط، الأمر الذي كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للوالدين. لم يشعر التوأم بالإحباط لأنهم لم يتأهلوا، ولكن لأنهم ذهبوا إلى جامعة خاصة، بينما تقدمت الفتاة بالتبني أكاديميا. استمتع الإخوة بالحفلات وأهملا دراستهما، وبمناسبة عيد ميلاد التوأم نظم آباؤهم حفلة كبيرة، ولكنهم لم يستطيعوا الحضور، فقد تحطمت بهم الطائرة التي كانوا يستقلونها، وأصبح الأولاد أيتاما. وبعد شهر جاء موعد قراءة الوصية، ولم تكن ماريا لويزا حاضرة فكانت تتدرب، لكن التوأم كانا سعداء لأن والديهما تركوا لهما ثروتهما بالكامل، ولم يتركوا لماريا لويزا سوى حساب مصرفي لا يساوي المبلغ الهائل الذي كان للتوأم، ولكن تركوا لها أيضا عيادة مجهزة بالكامل حيث يمكنها ممارسة مهنتها بعد التخرج، وسيهتم المحامي بكل ما يتعلق بهذا الجزء من الوصية. سخر التوأم من لويزا ودعاها باللقيطة، وقالوا أن والديها تركوها في الشارع وعزموا على أن تجمع أغراضها وطردوها من المنزل ومنعوها من العودة. لن تصبح الأمور سهلة بالنسبة للفتاة الآن بعد أن لم يكن لديها منزل، فقررت استئجار شقة بجزء من المال الذي ورثته وبدأت العمل في مركز اتصال لدفع تكاليف تعليمها. وبعد إنهاء دراستها جهز لها المحامي العيادة بالكامل كما كان والديها بالتبني وصيانه، وشيئا فشيئا اكتسبت الدكتورة لويزا مكانة مرموقة كجراحة أعصاب، وكانت تعالج الأشخاص ذوي الدخل المحدود مجانا. عرض على الدكتورة لويزا حالة صعبة نوعا ما، وكانت التقنية الجراحية التي أجرتها فعالة للغاية، لدرجة أنها حصلت على جائزة من الجمعية الطبية الوطنية والتي أكسبتها مكانة كبيرة في المجتمع. تلك الفتاة اليتيمة أصبحت الآن أخصائية متميزة، قادتها شهرتها إلى أن أصبح لديها العديد من المرضى الأغنياء، لكنها اهتمت أيضا بهؤلاء الأشخاص المتواضعين الذين يحتاجون إليها حقا. تزوجت ماريا لويزا من حبيبها في مدرسة، والذي أصبح مهندس كمبيوتر عظيم، وعندما كانوا بحاجة إلى شراء منزل تفاجأوا بإعلان الصحيفة عن بيع قصر عائلة رويز. صدمت الطبيبة ولم تعرف سبب بيعه، فاتصلت بهم وأجابتهم المربية وأخبرتها أن الأولاد أهدروا ميراث والديهم ولم يكمل أي منهم دراسته. في اليوم التالي وصلت الطبيبة إلى المنزل الذي طردت منه وبدأت بإجراءات شرائه. في البداية لم ترغب أليكسا في بيعه لها، لكن المال حثها على سداد الرهن العقاري والديون الأخرى التي كانت تضغط عليها. لم يعد بالقصر حياة حقا، فالعاملة الوحيدة المتبقية هي المربية، ولم يكن لدى التوأم سيارات وأصبحا وحيدين. كان رومان مدمنا على ألعاب الطاولة، وقضت أليكسا حياتها في التسوق وهدر المال حتى أنهوا على كل شيء. قامت ماريا لويزا بتجديد القصر وطلبت من التوأم إخلاءه، لكنهما توسلا إليها ألا تطردهما، فليس لديهما مكان يذهبان إليه. قالت الطبيبة: أتعلمان؟ لم يكن لدي مكان نذهب إليه أيضا عندما ألقيتم بي في الشارع عند وفاة والدينا، لكنني لم أتمكن من النجاة فحسب، بل تمكنت من المضي قدما أيضا. ومع ذلك
كانت وزوجها نبلاء جدا، فسمحا لهما بالبقاء في المنزل ولكن في غرفة الخدم. لقد استأجروا رومان كسائق للعيادة بينما كانت أليكس الفتاة المسؤولة عن تنظيف المنزل، وكانت المربية تدبر أمور المنزل فقط لأنها كبيرة في السن، وكانت ماريا لويزا تحبها كثيرا. لم تسئ الطبيبة معاملة أخواتها بالتبني قط، على الرغم من أنهم الآن موظفين لديها، وبعد أن أهاناها كثيرا. وعندما تولوا مسؤولية حياتها شكروها كثيرا لإعطائهم هذا الدرس العظيم. أخبرنا الآن ما رأيك في هذه القصة الجميلة، شاركنا إجابتك في التعليقات. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.